في عملية التفكير ننتقل من معطيات أو مقدمات معروفة ومؤكدة لنا إلى نتائج ما زالت في حيز الشك. الفرد العادي يقوم بصناعة الحجج يوميا، كيف يتصرف وكيف يحكم على تصرفات الآخرين، كيف يدافع عن أحكامه الأخلاقية السياسية الإنسانية إلى آخره. القدرة على صناعة حجج سليمة أو الحكم على حجج الآخرين كانت سليمة أم لا مهارة لا تقدر بثمن. ولو لاحظت أني أطلقت عليها مهارة لأنها تكتسب وتتحسن مع الممارسة والوقت، والقدماء وضعوا ألعاب تعتمد في الأساس على العملية العقلية التي تنطلق من المقدمات إلى النتائج، مثل الشطرنج أو اللعبة الصينية القديمة جو. قواعد تلك الألعاب قائمة على اختبار وتقوية مهارات التفكير المنطقي. غالبا الأحاجي والإشكاليات المنطقية في تلك الألعاب أبسط وأكثر مباشرة من الإشكاليات المنطقية في الواقع، لكن تمرين العقل على التعامل مع تلك الإشكاليات، التعرف عليها وحلها داخل نطاق لعبة محدود، عملية مهمة جدا لأنها تساعد على بناء العضلات العقلية المنطقية إنجاز التعبير. ويصبح العقل قادر على مد رقعة أنماط التفكير المنطقي المكتسبة في الإطار المحدود إلى الإشكاليات الواقعية. بصورة أبسط، تصور إن الألعاب العقلية والاستراتيجية بمثابة تمرين للاستعداد على التعامل العقلي مع الواقع. مثلا القدرة على استنباط نتائج فرعية من مقدمات أولية واستخدامها كمقدمات لنتائج نهائية جزء أساسي من أنماط التفكير داخل لعبة الشطرنج. المهارة التي إن مدها العقل الإنساني للاستخدام في الواقع تصبح أصيلة في عملية التفكير المنطقي. الأحاجي والإشكاليات المصممة داخل تلك الألعاب قد تكون صعبة ومحبطة للبعض أحيانا، لكنها كأي تطبيق لعملية التفكير المنطقي مشبعة جدا في حالة نجاحها. ودلوقتي فكر في الحجج والجدليات التي تتعرض لها يوميا. إيه هي يا ترى أفضل الطرق للتعرف على الحجج الباطلة؟ هل البطلان المنطقي له صور وقوالب متعارف عليها؟ وما هي الطرق والأدوات لتحليل الحجج والجدليات المنطقية؟ وهل تلك الطرق فعلا صالحة لتقييم الحجج في الواقع؟ أم إنها مجرد أدوات نظرية لتقييم الأحاجي داخل المنظومات المغلقة فقط؟ فكر تاني.